تدرسوا هندسة أو تكنولوجيا المعلومات؟ قربتوا تخلصوا جامعة وعندكم مشروع تخرج؟ جهزوا فريقكم، لأنه هلأ فرصتكم لتشاركوا في مسابقة تميز لمشاريع التخرج لعام 2023 اللي بقدمها مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة Injo4.0 الممول من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المركز الوطني للإبداع. هاي المسابقة بتوفر لكم برنامج تدريبي لبناء القدرات، استشارات فنية وتقنية لمشاريع التخرج، المساعدة في تجهيز النموذج الأولي لمشاريعكم، احتضان المشاريع المميزة، وجوائز مالية مجموحة 7500 يورو للمشاريع الفائزة. لا تعرفوا أكثر، كل المطلوب منكم تزوروا صفحتنا www.joip.jobs.